مليون ونصف مليون مبروك فوز المنتخب المغربي على المنتخب العراقي الشقيق والتأهل إلى بتطلعوا بالكولاسة. مليون ونصف مليون مبروك فوز المنتخب المغربي على المنتخب العراقي الشقيق وفوز الأقجع متلاعب، لا حول ولا قوة إلا بالله. مبروك للمنتخب المغربي الرائع التأهل مع المنتخب المصري، بلاد الحضارات تأهلت، مع احترامنا الكامل طبعا للمنتخب العراقي بلد الحضارات برضو، ولكن أنا مبسوط النهاردة إن البلدين اللي هما بلديني اللي انا بحبهم وبشجعهم فازوا وتأهلوا في مباريات كبيرة واداء رائع. الحكم بيشتغل مع فوز الاقجع. يا ابني سيبني في حالي، خلينا اكمل الكلمتين. لا فيها واد حقيقة ان انا مبسوط جدا. وبعد يعني المباراة بتاعت اوكرانيا انا قلت، لو ترجعوا للبوستس بتاعتي اللي فاتت، قلت ان المنتخب المغربي ان شاء الله هيتأهل للدور القادم، والمنتخب المغربي اداؤه جيد وان شاء الله للامام دايما لكرة القدم المغربية مع وكمان كرة القدم المصرية اكيد، وان شاء الله الادوار الجاية بقى والمباريات الاقصائية دي بيبقى فيها متعة بقى ان شاء الله نستمتع اكتر واكتر ونشوف المنتخب المغربي ان شاء الله يعدي الادوار القادمة والمنتخب المصري، ويا حبذا لو نهائي يجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري. ايوه ما انتوا متلاعبين مع بعض بقى. نبعد عننا يا ابني، خليك في حالك، انت مش مشارك، ما توجعلناش دماغنا بقى، تقرفناش. متلاعبين متلاعبين ومطبعين، فاكيد هم انتوا مع بعض على طول. لا حول ولا قوه الا بالله، لنا الله في كوكب، لا والله يكون في عوننا جميعا. ومره اخرى مليون ونصف مليون مبروك للمنتخب المغربي والمنتخب المصري، وان شاء الله فرحتي دايما لمنتخب مصر هي نفس فرحتي المنتخب المغرب، لانه البلدين بلديني وانا مبسوط ولا عزاء لكوكب لالا. واستنوا فيديو النهارده بالليل على قصه تاريخيه لها علاقه بكوكب لالا. بشكرك شكرا جزيلا، وكالعادة لنا الله في ايه؟ في كوكب لالا. برضو متلاعبين ومكلوسين وانا مش هسكت على الحاجات دي خالص، ولكم الله في كوكب لالا جدع عياد. طبعا كل عام والمملكة المغربية بألف خير والشعب المغربي بخير والملك محمد السادس بألف خير بمناسبة عيد العرش. اي مناسبة متعلقة بالمملكة المغربية بيكون لي الشرف والفخر ان انا اشارك حتى لو بكلمة، ان انا بقول ان انا بتمنى كل الفرح والسعادة والخير للشعب المغربي وللملك محمد السادس وللمملكة المغربية اللي شفت منها كل الكرم والخير ومن شعبها كل الكرم والخير ومن الناس اللي فيها كل الاحترام. وانا داخل المطار وخارج من المطار، وانا داخل المغرب وانا خارج من المغرب، بشوف ابتسامات على وجوهكم اللي بترحبوا بيا جدا. اخر مرة وانا موجود في المغرب شفت حاجات كتير جدا حلوة، شفت كلام وترحاب غير طبيعي من الشعب المغربي ومن كل القائمين على العمل بالمملكة المغربية من ضباط شرطة ومسؤولي، كل الناس اللي شافوني في الشارع بكل يعني وظائفهم وبكل اختصاصاتهم كانوا بيعاملوني معاملة جيدة جدا. فبشكركم شكرا جزيلا، كل عام وأنتم بخير، ويا رب دايما أي مناسبة موجود فيها المغرب أقدر أكون موجود وأقدر أكون مشارك ولو بكلمة تفتكروني بيها. أشكركم شكرا جزيلا، ومرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير. لاعب جزائري هيلعب ضد الكيان مش هينسحب؟ الكارثه او صح التعبير، احنا ما نقولوش كارثه باش ما نزيدوش الضغط ربما على الرياضي، لكن دريس مسعود اللي لم تنصفه القرعه اطلاقا وفي اول دور سيواجه بطل عالمي وبطل اولمبي من الكيان. هينسحب بقى ولا مش هينسحب؟ اظن لاعبين كتير وفرق كتير انسحبت قدام المملكة المغربية عشان التيشيرت اللي عليه خريطة المغرب، عشان تيشيرت نهضة بركان واي فريق بعد كده مغربي لعب بالخريطة المغربية، الفرق الجزائرية انسحبت وما لعبتش المباراة. طب هل هذا اللاعب هم معاها ظالمة او مظلومة؟ ها هل هذا اللاعب هينسحب من اللقاء القادم ولا هيعمل نفسه مش واخد باله؟ ايوه هتلعب ضد مين؟ ها؟ لا ما تنسحبش، احنا بننسحب قدام المغرب بس، لانه قصة الصحراء المغربية بتمثل لنا هي كل المشاكل اللي في الدنيا، احنا ما عندناش مشاكل تانية غير الصحراء المغربية. موقفي بقى محرج جدا انا عارف. والله احنا مستنيين عشان نشوف الوضع هيوصل لايه، ولكن احنا مستنيين انسحابه، اذا ما انسحبش يبقى القصة كده فيها خلل ما بقى، لان هما انسحبوا قدام الفرق المغربية عشان الخريطة بتاعت المملكة المغربية. يبقى انت كده بتثبت انك انت مشكلتك النفسية هي المملكة المغربية فقط، وانك لا مع حد لا ظالمة ولا مظلومة. الشكل تاع المغرب اللي معايشينها اليوم حولوا اللي راه معايشها المواطن المغربي يوميا، يعني كيقول لك العياشي هذا عايشها يوميا. الا انت على احنا جوزنا بمرحله ونعرفوا اسباب مرحله الازمات اللي صارت في الجزائر ونعرفوا خبايا اسباب الازمات اللي مرينا بها اللي استغلها العياشي هذاك يومه يومياته الى يومنا هذا مازال عايش مسكين في هذوك الامور، ما كانش الحليب ما كانش العدس ما كانش ميه حشيش. انا اشتريت كل حاجه من المغرب عادي على فكره، ما كانش عندي اي مشاكل، فالمشاكل دي عند خالتك مش موجوده في المغرب خالص.
المغرب الحمد لله الخيارات موجوده وبسم الله ما شاء الله واللهم لا تقواس وخمسه وخمسه في عينك. فما تقوليش ان المشاكل دي موجوده في المغرب، الحليب والسميد ومش عارف ايه، لا الكلام ده موجود في المغرب في كل مكان الحمد لله، واشتريته عادي جدا ما حسيتش ان في ازمه ولا شفت طوابير. انا لسه راجع من المغرب من يومين ما شفتش طوابير ولا حاجه، الدنيا تمام عادي جدا ما شاء الله. المغاربه اللي ما عندكوش حليب عندهم، يا مغاربه اللي ما عندكوش ماء عندهم، يا مغاربه اللي ما عندكوش بنان عندهم. طب استاذن انا بقى، بتحط نفسك في مواقف بايخه. هنعمل نفسنا ما سمعناش الزنفول ده ولا كانه قال حاجه، ولا انا الله في كوكب لال، يعني قاعد في كوكب لال طبيعي يبقى ده تفكيره عادي. نكمل. ابو البطله الاولمبيه المغربيه السابقه نوال المتوكل انتخابها نائبه لرئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه في اليوم الثاني من اشغال الدوره 42% لاجتماع هذه اللجنة. كده في تلاعب وكولاسة جديدة، ما خلصناش من فوزي لقش عجبين لدي كمان، وده أكبر دليل إن المغرب يتلاعب ويكولس، والتلاعب لا ينتهي من مخططات المملكة المغربية. أنا في كوكب لالا عارف أنا بقول إيه كويس قوي، أنت فاكرني بلعب ولا إيه؟ كل شوية واحد مغربي بيتعين في منصب ما، لا ده مش بسبب كفاءة المغاربة، لا لا خالص، ده بسبب تلاعب المغاربة، معلش. آه، بسبب كفاءتهم؟ قال انت بتحرجني يا واد، طب خدوا اتنين من كوكب لالا. طيب لازم يعني المغرب بس، مفيش حد من كوكب لالا، خدوا اتنين من كوكب لالا. لا بتقولها لي في وشي كده، طب شكرا شكرا يا فندم شكرا. المغاربه بيتم تعيينهم في مناصب لكفاءتهم، ها لكفاءتهم كوكب لالا. طب يا ترى هل كوكب لالا رد على التصريحات والاستفزازات الفرنسيه في اللي شفناه، اللي انا ما رضيتش عنه والله، انا ما رضيتش عنه ما عجبنيش، اللي شفته في افتتاح كاس العالم، في افتتاح الاولمبياد لما شفت زيدان وبعد اللي هو اصلا جزائري، وبعدين شفت الجماجم اللي هم حاطينها، اقسم بالله انا ما قبلتها والله ما قبلتها، دي حاجه مهينه لينا كلنا ما قبلهاش. شوف انا راجل اهو، الجزائريين بيشتموني كل يوم بامي وعرضي وشرفي والكلام ده، انما انا ما اقبلش ان اشوف المنظر ده. طب هل هم هياخدوا رد فعل تجاه ده؟ هل في رد فعل تجاه ده؟ لا هم ما ردوش على ده خالص، هم ردوا على ان فرنسا بتتكلم وبتؤيد الصحراء المغربيه بس، ما ردوش خالص على موضوع الجماجم ده، مع ان انا نفسي اهو انا مصري وما عجبنيش واستفزيت من ده، ما عجبنيش، وبقول لكم تاني اهو ما عجبنيش. ولكن هل الجزائر ردت على ده؟ لا. طب هل ردت على انه فرنسا ايدت مغربيه الصحراء واعترفت بمغربيه الصحراء؟ ردت رد قوي جدا جدا جدا. طلبت الجزائر اليوم الخميس عن اسفها الكبير واستنكارها الشديد. اعربت الجزائر اليوم عن اسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومه الفرنسيه حول الاعتراف بخطه الحكم الذاتي لاقليم الصحراء. طيب هم ردوا رد قوي جدا، هم نددوا واعربوا. يعني بعد كل ده نددوا واعربوا. اه مش هتعمل اي حاجه تانية؟ لا هتندد وتعرب واستنكرت. طب خلاص اوكي، اذا كان الموضوع ماشي كده فلنا الله في كوكب لالا. اترك لكم التعليق.